نحن نعيش كارثة حقيقية في هذا الوطن. هذا البلد هو لنا. في أخطاء بالسياسي، في أخطاء بإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية طبعاً، وفي كثير دول مرقت بهيك أزمات، بس بيبقى هذا الوطن هو وطننا، ونحن مش رح نتركه لغيرنا، مش رح نتركه للفاسدين، مش رح نتركه للمعاقين، مش رح نتركه للمتآمرين، مش رح نتركه لحدا. لبنان يتجه نحو مصير سلبي جدا. ما فيني أقول طبيعة هذا المصير كيف. نحن ننتظر معجزة لحتى يعود هذا البلد وينهض من جديد، ولكن أعتقد أنه لسنا في زمن المعجزات، وأنه السياسات المتراكمة التي مرت على هذا البلد منذ التسعينات إلى اليوم أوصلتنا إلى الهاوية. يعني أتساءل أنه هل فعلاً ما زال وطن الرسالة؟ كيف نبني مؤسسات؟ كيف نبني مواطن حقيقي؟ بس للأسف لم نحقق هذا الأمر. السياسات السابقة منذ زمن الاستقلال إلى اليوم لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف، وهو الإنسان، هو المواطن. ما قدرنا نعمل وطن لجميع اللبنانيين. كل طائفة في لبنان لها وطن، وكل طائفة في لبنان لها فلسفتها في حب الوطن وفي الدفاع عن الوطن وفي العيش بهذا الوطن. بس إذا بتسأليني اليوم إذا عندي تصور لصيغة معينة، ما عندي تصور لصيغة معينة. ما بعرف إذا كان الفيدرالية ممكن أن تطبق، هل الحياد ممكن أن يكون هو الملاذ أو يكون هو الخلاص؟ لست أدري. كل لبناني شريف وكل لبناني مخلص لوطنه من كل الطوائف يرغب في أن يكون لبنان محايدا، طالما أن حدودنا مشرعة. لست أدري إذا كانت الحياد صيغة قابلة للتطبيق. الحياد كمان يجب أن تكون لديك دولة، يعني أنت لازم يكون عندك مؤسسات دولة قادرة على ضبط الوضع في لبنان، عسكرياً، أمنياً، اقتصادياً، على جميع المستويات. في رغبة عند الرئيس المكلف أن يطيل مدة تكليفه، لأنه أنا بعتقد أنه خائف هو من الاستحقاقات. العرقلة الداخلية بعتقد واضحة صارت سواء من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب الرئيس المكلف، لها علاقة بهاتين الشخصيتين، بمزاجهما، بمشاعرهما، بعدم الرغبة في التعاون بينهما. وفي ظل هذه العلاقات المعقدة بينه وبين رئيس الجمهورية أصبح الأمر صعبا للرئيس الحكومة المكلف، للرئيس سعد الحريري. بعتقد الجميع يتحملون المسؤولية، هو عليه جزء من المسؤولية، ولكن هنالك مسؤولية أيضا على رئيس الجمهورية. أكيد هذا الرجل عم بيشوف قدامه صعاب كثيرة، عم بيشوف جبال من المشاكل أمامه في انتظاره عندما يشكل الحكومة. فإذا نحن في مأزق، أعتقد أنه الرئيس المكلف في مأزق، يعني مش قادر بقى يعتذر ومش قادر يكلف. يعني ما بعتقد أنه صار في تغير كبير في المشهد الشعبي والانتخابي في لبنان منذ 17 تشرين. وإذا ما عدلنا هذا القانون رح نحصل على نفس النتيجة. يعني أنا مع القانون النسبي، لأنه بالسياسي النسبي هي أفضل طريقة وأفضل وسيلة لتمثيل أكبر قدر من 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 الناس الفاعلين في المجتمع. أنا صرختي من صرخة كل اللبنانيين. صرفنا كثير وقلنا نحن في عنا غضب، وقلنا نحن في عنا قرف حتى من هذه الطبقة، مش كلها، بس إنه هالناس اللي عم بديروا شؤون البلد، لأنه مش معقول إنه يوصل اللبناني إلى ما وصل إليه. إنه بتحسي إنه القاعدين بالمسؤولية كأنه متخليين عن المسؤولية، متخليين عن البلد، متخليين عن الناس، مش هممهم شؤون الناس. بعدهم بيتصوروا، بيطلعوا، بينزلوا، عم بشكلوا حكومة صار لهم 7-8 أشهر ما شكلوا حكومة، هيدا بمترس بهالموقف وهيداك بمترس بهالموقف، عم يضحكوا على الناس. كارثة مرفق بيروت اللي حصل. إن شاء الله يلهمهم ويكون في شي حل هيك عجائب. صارت المعاشات ما لها قيمة.
كل معاشات الناس في القطاع الخاص وفي الجيش وفي المؤسسات الأمنية وفي القطاع العام ما إلى أي أهمية. بقى الدول في الخارج يعني تفتش أو تبحث عن الشباب اللبناني، لأنه شبابنا عندهم كفاءات عالية جدا، مطرح ما راحوا عم يبرعوا. إذا حدا بده يسافر بسبب الأوضاع ما فينا نقول له ما تسافر، بس عندي تمني هيك من القلب وبدمعة كمان إنه ما تروح على طول. مرقنا بظروف يمكن أخذت معنا 20 سنة هالبرمي، بس رجعنا على لبنان وثبتنا في لبنان وقلنا خلص يعني آخرتنا في لبنان.